في إطار الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم 30 من شهر جانفي تحت إشراف مسؤول الدائرة التجارية السابق لمؤسسة ميناء وهران سيد نور الدين تونسي، محرك عديد الدعاوى القضائية ضد إدارة ميناء وهران بتهمة التزوير واستعمار المزور وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من الشكاوي المتعلقة بالفساد. إذن مرحبا بك سيد تونسي. مرحبا بكم. شكرا. إذن أول سؤال نوجهه لك مسيو تونسي، هل باتت الرشوة تتصدر فعليا قضايا الفساد في الجزائر؟ ما غاديش نكون خير من رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد عيدوني ليأكد هو بنفسه بأن الرشوة موجودة في القضاء وفي أوساط القضاة الجزائريين. سي بور سولا إلى كما يقول لك هدموا للدار راه يهضر ويقول لك كاين الرشوه في وسط القضاه، والحمد لله هي ماشي كاع مي كاينه، وانا دروك راني نحس بها باللي كاينه اكزاكتومون كاين. نرى في كل مره ان المواطن الجزائري يثور غضبا كلما تعلق الامر بقضيه فساد او رشوه التي نهبت خيرات البلاد باعتباره المتضرر الاول من هذه الجريمه، ما موقف السلطات من هذه الظاهره؟ للاسف السلطات من ظاهره الفساد والمبلغين عن الفساد الشيء اللي راني عايشه وعاشوه الناس اللي اتصلوا بي منذ نشأة التنسيقية الوطنية للدفاع على مبلغين على الفساد. السلطات راهي واقفة متفرج، راهي تتفرج. بون عند هذه ديسكور اوفيسيال ديرهم، مي لا رياليتي سو لو تيران سي اوتر شوز. انت مبلغ قانون يحميه، ماشي القاضي، قانون الإجراءات يحميه، القاضي يرفض تطبيق قانون الإجراءات. دروك شكون اللي راه يحكم في القاضي حتى وبوان وين يرفض باش يطبق عليه مواد قانونية باش تحمي المبلغين على الفساد؟ هنا تحسي باللي كاين النية، بون كاين كومون ديراج أجندا تاع لو غوفرنمون الجيريان vis-à-vis du monde extérieur. Parce que le Jazair, moi, je suis dans une seule chambre. Je suis dans une chambre et je suis dans une cour ardille. Donc, au niveau du Mouhamed al-Muttahida, il y a des gouvernements qui ont dit que tout le Jazair a une tirsana canonique et naqsa. Ça, ça a été en 2013. Le canon de l'Ijra'at, il y a des gouvernements qui ont اللي تجرم الفساد وتعطي الحمايه للمفسدين. الجزائر ابري سا ابري دو زون دارت هذه القوانين، خرجتها في الجريده الرسميه لو 23 جويي 2015، واللي الجريده الرسميه هذه كي تجي هذه القوانين سيني عليها لو ماجيسترا لو برومي ماجيسترا دو بي، اي السيد الرئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه. دروك ما فهمتش الى القاضي الاول السيد عبد العزيز بوتفليقه يسني على قانون اللي يقول باللي المبلغ ولا الخبير ولا الشاهد تعطوه الحمايه، القانون ينزل يطبع في لو كود بلا بروسيدور بينال قانون الاجراءات الجزائيه، القاضي يقراه ما يطبقهاش. صح، حاجه ما فهمناهاش، انا كمبلغ ما فهمتهاش، جماعة اللي اتصلوا بيا كمبلغين ما فهموهاش. نقرأ كثيرا عن مسؤولين في حالة تلبس بالرشوة، هل العدالة كفيلة لردع مثل هذه الظاهرة التي تغلغلت حتى في أعلى هرم في السلطة؟ ما نظنش، لا أظن أن العدالة قادرة تحارب الفساد ولو كان يكون على هرم في السلطة. ما نظنش، هذا دير من الخيال حاجة، بس كل إحنا العدالة رح ما تكونش متحزبة، تبدأ من الوزير تاعها وروح كي يكون وزير العدل غير تابع لأي حزب نجموا القضاة يتبعوا. هذا رأيي، رأيي الخاص، وزير العدل رح ما يكونش تابع لأي حزب، يكون تابع للمجتمع الجزائري، خاطش إذا تبع كتلة إلا تبع الكتلة وحدة صاي هنا سما ولا تابع الجماعة وحدها،
لازم يكونش عندها انتماء سياسي. رغم يكونش عندها انتماء سياسي وكذلك يريق يعاود يشوفوا لو كونسي لا ماجستراتور راح يكون حر. هو اللي يدير يتبع الترقيات، هو يتبع الفصل، هو اللي خير مام توظيف الناس هذه اللي راهي لو ريكروتمون تاع لي نوفو ماجيسترا. تاع ماجيسترا كي 25 ans, 26 ans, 27 ans il n'a même pas d'expérience de vie, comment il peut faire et rendre justice à quelqu'un qui le dépasse. تجربة تاع الحياة تفرض عليه تعطيه حقية وتعطيه مام une connaissance du terrain باش في القانون كي يقرا القانون يقراه بتجربة حياة شافها. حنا يا درو قاضي تحقيق ما فاتش حتى في الميادين في لافي تاعك تلقاه صغير عادك جاي للدنيا باغي يحقق لك في صوره اخبار نقص التجربه. دروك يجي عند دروك انت يا شخص مهم قال المنصب عنده يخاف منه على ما عندهاش هذيك الثقه في النفس. لو كان جاي قاضي التحقيق ما نجي اجي بليز اجي بليز اكسبيريمونتي باسكو كاين لو بريزيدون دو لا فرانس ميتيرون نهار لي واحد خطره في انترفيو افيك ان جورناليست Je me rappelle, quand je suis petit, je me disais, Monsieur le Président, vous avez les pleins pouvoirs. Tu, en tant que Président de la France, tu as tout le pouvoir. Je disais, non, il a regalé. Je disais, il y a un autre. Il y a un soldat qui est venu. Je disais, c'est le juge d'instruction. Nous avons dit, le juge d'instruction, il doit. Normalement, le juge d'instruction, mais nous avons dit, il est là pour instruire à charge et à décharge. Il n'a pas d'ordre à recevoir de quiconque. Rakehna, ma damerk, ma kanoun ijraat, li sir tahkikat. Sir ab kanoun, sir ab damer tahk. A charge et à décharge. C'est ma m'tarafei. Min al muddaï alay, ou min al muddaï. في نظرك سي توسي، ما هي طرق محاربة ظاهرة الرشوة التي تفشت في الإدارة العمومية؟ أول إجراء اللي يقتديه ياخذوه المسؤولين توانا السياسيين، باسكو احنا ما عندناش مسؤولين قضائيين، السياسه تحكم في القضاء، هي الحمايه، تفعيل قضيه الحمايه. انسان كي يروح يبلغ راه محمي في العمل تاعه، ما يمسولاش في خبزته. من هذا المنطلق نجمو نوصلوا الناس تولي تهدر، باسكو دروك الناس هنا دروك كي تسمعني انا نهدر ونقول انا حقرت. خد اخر دروك اللي راه يشوف في السي بي ولا في البي ان ولا في بي ولا لي سوسيتي كاع اللي راه معنا لي بانك ولي سوسيتي ما نجمش يبلغ. يقول لك السيد كان شاف ديبارتمون بلغ بقوا عطاه بلا جوندار ملي دايرا لونكات عندها كاع لي بروف راهم غابنينه. انا نروح نبلغ؟ لا سيدي باقي شرهم. وهذه اللي ريق يديروها لا بروميير لو بروميير اموندمون. انسان كي يروح يبلغ في الشركه تاعه راه محمي. المواطن بصفته المتضرر الأول من هذه الدائرة يود تسليط العقاب على الراشي والمرتشي كونها آفة أضحت تنتشر كثيرا في إدارتنا ومؤسساتنا العمومية. ما هي عواقب الراشي والمرتشي قانونيا؟ شو غادي نجاوبك على المواطن. أنا جتروف كل مواطن أصلا إلي كومبليس. المواطن يهدر في الفيسبوك، دروك المواطن تاع الفيسبوك والمواطن تاع الشارع سي ديفيرون. إلا تقولي أنا أندد في لاباج تاعك تاع فيسبوك جي با بوزوان. تقولي لي أندد نجي devant le parquet devant le siège تاع le ministère de la justice ونرفد لافيتا قال راكم تحكموا باسم الشعب الجزائري دونك سمي انا اسمك انت واسم اخر اسم اخر باغي نطبقوا تالي تالي تال بروسيدور نجي معاك. قال راه يندد بالفساد يندد به بوقفه احتجاجيه وقال انا نحاربوا في الفساد بصح يندد لي في القهاوي يهدر في القهوه ولا يهدر في الفيسبوك. جو ريغريت هذه ماشي طريقه تاع غياب إدارة سياسية لمكافحة الرشوة من جانب السلطات الجزائرية، هل هذا يدل على تفشي الآفة التي طالت جهاز القضاء التي غرق هو كذلك في الرشوة؟ هي ماشي غياب سياسة، سياسية سياسة كاين، غياب الإرادة. خاطر السياسة كاين. كاع المسؤولين السياسيين كيديروا الندوات تاعهم من الولد عباس الولد مانيش عارف، كاع يقول لك حنا ندد بالفساد ورانا ضد الفساد ورانا 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 ورانا. أيا في لو كات تاعي يهضروا هاد السياسيين اللي راهم ضد الفساد يتكلموا، النواب تاعهم اللي راهم يسمعوا فيا وراهم يتنشطوا يتكلموا. وراني نهضر هنا على السياسيين في زوج دون لي دو كوتي
المعارضة اللي مسموها معارضة وقال اللي رانا موالات موالات، وحنا ما عندنا لا معارضة موالات، حنا كمبلغين على فساد عندنا حزب واحد هو حزبنا الجزائر اون ديفون الجيري. انا مالاني لا بارتي هذا لا بارتي هذا، مون بارتي سي الجيري. وهاد العقلية عند كاع المبلغين، انسان كيروح يبلغ عنده الوطن تاعه قبل، من السياسيين يستغلوا هذا الفساد وهذا المواضيع اللي راهي تدور في المجتمع باش يدير ندوه ويتكلم يعمر فارس كومون ديغاج بون تي بو دير بلي راه يعمر في الوقت تاع الفارغ وصاي، باسكو الاراده ما كانش. الوزاره مين؟ من هذه الاحزاب السياسيه. النواب من هذه الاحزاب السياسيه. لي سيناتور من هذه الاحزاب السياسيه. تشوفي القوده تلقيه ولد فلان وفلان وفلان المنتمي الى حزب سياسي، دائما يكون انتماء سياسي. دائما ميناء وهران كغيره من موانئ الجزائر لطخت إن صح التعبير سمعتهم بهذه الجريمة التي تتمثل في الفساد والرشوة. هل هذا يعود إلى عدم الرقابة مثلا؟ قصة ميناء وهران مش هي قضية تاع رقابة، هي قضية مام تاع لو سيالي دو مينيستير دو ترانسبور اي جو لو كونفيرم. دروك او نيفو دو مينيستير كاين اون ديريكسيون، كاين مديرية الموانئ عليها راه على راسها مدير ما يتدخلش. كي تهضر معاه يقول لك عندكم 60 اس بي او، عندكم رئيس المجلس الاداره، مجلس الاداره هو اللي يتحرك. دروك الى مجلس الاداره يحرك وراه الدور تاع مديريه الموانئ اللي في وزاره النقل. انا هذيك كشفت لافير دو لاراب، خرج المدير تاع الموانئ ودار تصريح بون راحت لي نسيت ما كنت غادي نهضر عليه في الندوه، قال بلي الجزائر تكبدت 3.2 مليار دو دولار كاضرار. لا كوست تاعها سي لي الناقلات البحريه الاجنبيه، صديق لي باطو اترونجي كبدوا الجزائر ب 3.2 مليار دو دولار. هذه دارها اون 2016، تصريح دارها في 2016 وقريته في لاشين المغاربيه. هذاك بون هاشا قال لو ديريكتور. انا تفاجات ان ديريكتور ديبو دو مينيستير دو ترونسبور يقول 3.2 مليار دو دولار دو بيرت اوكازيوني بار لي نافير اترونجي في السوريستاري، ما كاش واحد تحرك ولا سقساه. لو كان خرج نائب وزير الدفاع سيد قايد صالح وقال باللي الجزائر غادي تشري 3.2 مليار تاع سلاح، لو كان داروا ان بيكي دالرت كاع الحدود تاعنا، قال الجزائر ما يدخل في حرب، خاصه 3.2 مليار باش تشري سلاح. مدير خرج قال 3.2 مليار باعت في البحر، بوابير ضيعوا هنا، ما كاش انسان تحرك وما كاش مساءله، كل اللي ما هدرش سي غاف. ومن بعد تجي تقول لي باغي نديروا ميناء في شرشال وخاصنا الدراهم 3 مليار، سي لا ميم شون سوم، وباسكو ما عندناش دراهم غادي نديروا شراكه ونعطوها لمن؟ نعطوها لسنغافور تبني لنا لاشين بدراهمها ونعطوه يسيرها لنا سنغافور. عيب. انا اوتون كو بورتي عيب. كان عندك الدراهم ضيعتهم في السوريستاري في عام، ما نهضروش على هذه الاعوام، شحال من عام، في عام ضيعت 3.2 مليار، من بعد بغيت تبني بور لا ميم انفلوب وعد جبتها من الخارج سلفيه غير باش تعطيها لواحد يسيرها لك من سنغافور، سنغافور اللي مستغالين كبير عليها، تسير لك ميناء في الجزائر دولة أكبر دولة في إفريقيا. ألوغ لا بيرت كي فا أونجوندري أون تيل ديسيزيون خليها للمختصين، باسكو أنت إلى ميناء الجزائر ولا ميناء وهران ولا ميناء مستغالين ولا ميناء مسكيكدا راه اليوم يقوم بتفريغ بضاعة بالدينار، سنغافور غدوة كي تبقى تسير في الميناء غادي تديه بالدينار، بصح غادي دير ان ترونسفير اون دولار، سيتادير اللي غادي يبومبوه دولار بترول غادي نولو دروك نخلصو به هاد الشركة تاع سنغافور اللي كانت ديشارجينا بوابيرنا، والناس راهي تشوف فيها عادي وفرحانة وتصفق وغادي نديرو بور كبير. ها روحو تحطو طونجي مات، شكون يتسيره؟ ما يبغوش الصراحة أختي، ما نبغوش الصراحة. ها
انا هذا المدير باغي نتلاقاه باغي نشوفه كيف انتصر حداك التصريح 3.2 مليار دولار فاتت على الشرطه ما كاش واحد كاش على 3.2 مليار اش راه يهضر ضايع ودي دي سوسيتي ماريتيم يلون كا اوكازيون لالجيري جو ريغريت سي لا جيستيون تسهيل الموانئ هو اللي ضيع 3.2 مليار ميناء اللي باش يديماري ا 7 دو ماتان يديماري ا 8 اور باش يحبسها 1 اور دو لابريميدي يحبس لك 10 اور 11 اور وحشيه باش يديماري ا 13 اور يديماري لك 14 اور وباش يحبسها 19 اور يحبس لك 17 اور وفي الليل باش يخدم لو كونسيناتور تاع لي نافير يقول لك انا ما نخدمش ما عنديش الكاميونات باش نترونسبورتي ما عنديش دي ما عنديش دي ويجيب لك بابور ويخليه لك في البور حابس هادو هما اللي ضيعوا الجزائر في 3.2 مليار سي لا موفي جيستيون هذه لا جيستيون ما كاش واحد يبغي يهضر عليها تاع التونسي كي يهضر عليها ولا عدو اسرار الموانئ الجزائريه كاع تمشى بعقليه واحده اون 24 اور تلقيهم لو كان تحسبي الى لحقوا سبع سوايع تاع عامل راهم ملاح سبع سوايع في 24 ساعه عندنا 17 ساعة ضايعة في النهار سي غراف خطرة دخل نافير تاع مصري قال لي السي التونسي قال لي حنا في مصر عندنا 24 ساعة على 24 ساعة نفرغوا ما عندناش وقت باش نضيعوه لاخاطش هذاك الوقت الضايع غادي عندك غرامة مالية بالدوبيس تخلص عليه انتوما الجزائريين ما على بالكمش بالمال تاعكم ولا كيفاش سي لو سوريس طاريك غرامات المالية على التأخر في التفريغ البواخر الجيري تخلص حسين مسعود الناس تتعب تخرج في البترول والناس في البور تخلص به السوريس طاري وفرحانين والوزير فرحان بهم ويهلهلوا ويجيبوا لنا الطبيين تاع كاع تاع الجزائر تصفق لهم هذا الشيء اللي راني كونتر عليه انا للتذكير فان الجزائر حلت في المركز الخامس بعد المئة في تصنيف الدول الاكثر انتشارا للفساد والرشوه في العالم حسب التقرير السنوي الذي اعدته منظمه الشفافيه الدوليه والتي يتواجد مقرها بالعاصمه الالمانيه برلين وضم 176 دوله صنفت وفقا لمستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسه في تقرير عن مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2012 هل سنحتفظ بنفس المرتبة لاحقا علما أن نفس المرتبة منذ 11 عاما على التوالي ما نظنش باللي غادي نقعدوا في هذيك المرتبة تاع 105 هذا كنقولوا 110 115 120 تاع نقعدوا في 105 كنا مليح في 105 باسكو دروك راهم المبلغين كاع اللي راه يبلغ على الفساد راه يطهد راه يطرد من خدمته ويلقى دي كونت دي بورسويت جوديسيير ا سون انكونتر دونك لو 105 هذا جو بونس با الا قعدنا فيه الحمد لله ماذا عن الاستراتيجية التي يتحدث عنها الإعلام الموالي للحكومة لتفادي هذه الظاهرة؟ هل حقا هناك استراتيجية مدروسة مثلا؟ شو غادي نقول لك؟ والله العظيم إلا حاجة تضر لو كان تقولي لي أنا تضرني كلمة موالي. حنا موالاة تاعنا للوطن. بلاد خلاها لك ناس ماتت شباب كي تشوفي أنت بن بوعلي وتشوفي تي العربي بن مهيدي وتشوفي زابانا ناس ماتت على لاج دو 25 اون 26 اون 27 اون ما ماتوش شويه بنية على الجزائر ماتوا عليها شباب حنا الشباب تاعنا دروك راه باغي لوطو والزواج ناس بكري ناض طلع للجبل بغى يموت ما حوس على مرا ما حوس على رزق وكانوا عايشين مع قاوليات وماشي مخلوعين فيها هما دروك تاعنا هنا دروك راه يحرق ماشي راه يخلع في قاوليه الناس كانت عايشه فيه هنا في الجزائر مع قاوليات وكانوا شابين كتشوفي انت يا تاعنا احمد زبالة وتشوفي بن بوعلي ولا تشوفي عربي بن مهيدي تشوفي عربي بن مهيدي انسان رايح للموت يضحك شاب صغير رايح على باله بلي غادي يموت رايح يضحك علاه ضان في راسه بلي غادي يخلي مستقبل للناس الولاء تاعهم للجزائر ولكن لو كان يشوفوا هذا الواقع اللي عايشين يتاسفوا بالك هما تاني يحرقوا يؤكد ناشطون في المجتمع المدني أن تفشي ظاهرة الفساد الإداري بالجزائر جاءت نتيجة لسياسة اللا عقاب التي أصبحت تغري كل من يريد أن يكسب أموالا طائلة بدون مراقب ما هو رأيكم في هذا؟ أي ده سياسة اللا عقاب راهي كاينة رانا عايشينها أنا ذاتيا راني عايشها السياسة هذه هي اللي راهي
لا يتشجع حد الناس اللي راهم يفسدوا ويزيدوا يفسدوا ومازالوا يزيدوا يفسدوا ما يحبسوش. هل بات من الضروري منح الاستقلالية التامة للقضاء وأجهزة الرقابة كلها حتى يتسنى لهذه الأخيرة الحد من ظاهرة الرشوة والفساد في المجتمع الجزائري؟ أنا رأيي الخاص وبدون مجاملة ولا واحد الإنسان ما يكذبش، أنا مع استقلالية القضاء بالصح بشرط واحد، لو ريكروتمون تاع الناس اللي باش يدخلوا لسيف القضاء راقي يكون بعنايه وعنايه فائقه، او موا لاسبي بسيكولوجيك تاع لا بيرسون كي فا دوفينيغ ان ماجيسترا يل دوا اتر اوتيلي بار دي بسيكولوغ. قدام الى يشوفوه الى قاري يشوفوا له مخه الى راه يخمم نيشان اسكو هذا راه داخل قاضي باش يحكم بالقانون ولا راه داخل قاضي باش يدير كارطه تحته وقال انا قاضي ويتباهى قدام الناس. خاطر حنا ما خاصناش قضاة يتباهوا، خاصنا قضاة يحكموا بالعدل. دونك استقلالية القضاء مليحة بصح مع ناس اللي يعرفوا لا شارج كي سور لوغ ايبول، هذه هي. قاضي قاضي دخل مرحبا بك بصح ريق تعرف المسؤولية المنوطة اللي راهي على كتافك امام الله أمام المجتمع. لقد أعلنت الجزائر عن ميلاد لجنة وطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى متابعة قضايا الفساد والممارسات الغير شرعية والمشبوهة في الإدارة والاقتصاد والمؤسسات. ماذا أصبر عن هذه اللجنة؟ اللجنة اللي نسمح فيها كما كنت هدري أنا سمحت عليها بصح ما شفتهاش. فقط مجرد مجرد كلام ما إحصائيات تا واحد تقول شحال من الدوسي تريتيه فوزافي تريتيه الله غالب مش عارف. هذه اللجنة هذه ديجا داروها كان خرجت أنا في دو فوا في بير تي في هدرت. درت شعال من الندوة الصحفية هذه ما سمعتش، ما عندهمش خالية تاع إعلام، ما عندهمش هذو ثاني ناس. أنا شو باغي نقول لك، إذا تينومي اليوم ممكن إذا تينومي ياكل خبزة وصاي. آخر سؤال للسيد نور الدين تونسي، ما هو دور المؤسسات التعليمية في الحد من ظاهرة الفساد والرشوة؟ عندها دور نورمالمون. بون قبل المؤسسة التعليمية هي اللي كتكون تربية في الدار. كي تعلم ولدك كي عيط لك صاحبك ما تقول لهش روح قول له مانيش هنا تعلمها الكذب. كي تعلم ولدك تقول له روح شري وخونا الماماك 1000 ولا 2000 هنا تعلمها في الفساد. سرقة هنا هذا الفساد. دونك التربية تبدأ في الدار أختي. سيت ان كونسيبت ان محيط العائلي. محيط العائلي أنا عندي في المحيط العائلي مربي ولدي ما يخبرش على أخوه إلا لدى حاجة غراف حاجة تاع أسوأ ما يخبرش ويدي الإذن باش يدي دوره. يدي الإذن كي يروح يجري يرجع الصرف وقال هاش تدي إلا تدي دينار 20 دينار 30 دينار 40 دينار شري. وكي تشري لنفسك شري لخوك معاك باش تكون مساواة في الدار. ماشي واحد دخل بحاجة في فمه واحد قاعد يشوف فيه على حد. دونك مؤسسة تاع التربية كي حنا الأولياء نلعبوا الدور تاعنا في بيوتنا، مؤسسة تاع التربية تقوم بالدور التكميلي فقط. هذا هو. حنا الفساد راه عندنا في الدار، نحاربوا في الدار نخرجوا برا نهضروا عليه تجي علينا. هذه إذن نشكر السيد نور الدين تونسي على هذه الشهادات التي أدلى بها لإذاعة ملا صوت لهم وعلى هذا اللقاء. مستمعينا الأعزاء نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ودمتم في رعاية الله حفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.